الأخوة في الإطار إيش يعتبرون؟ يعتبرون السيد مقتدى الصدر شكل الصف الشيعي، البيت الشيعي، ويعتبرون بمساعدة دول خارجية عن طريق السنة والكرد. هاي فكرة الإطار. الإطار شو يريد؟ الإطار حقيقة يقول لا، ما يؤمن بأنه هو حصل مقاعد قليلة أو فشل بالانتخابات أو يعني ما يؤمن بهاي اللغة، يؤمن بلغة أنه بيت شيعي يجب أن يدخل إلى الانتخابات ببيت شيعي كامل موحد، ما يدخل جزء على حساب الجزء الآخر. سيد كاظم، أجد تحية بك ثانية السيد الكريم، ورمضان كريم عليك وكل عام وحضرتك بخير. يعني هذه التفاصيل التي تتحدث بها حضرتك كلها معروفة ومفهومة، نحن نحاول أن نصل إلى حلول لتشكيل الحكومة، لا سيما ونحن اليوم رسميا يعني دخلنا المخالفة الدستورية، لأن المدة الدستورية انتهت اليوم 7 نيسان. إذا دعنا نتحدث عن مبادرة الإطار التنسيقي وتشكيل لجنة خماسية لحل الانسداد السياسي. طبعا هذه اللجنة تتألف من الاتحاد الوطني الكردستاني، عزم، الإطار التنسيقي، المستقلين، بالإضافة إلى حركة بابليون. هل هنالك انفراجة لربما ستحمل هذه المبادرة قبل 40 يوم المهلة أو العطوة اللي انتهى السيد الصدر للإطار؟ ستنا العزيزة، نعم حقيقة أنا من نوهت في بداية كلامي، نوهت صح هو كلام معاد ولكن نفس الكلام حيعاد إلى أن تنتهي الأربعين. نعم. أعطيك الدليل. السيد الصدر قال هالبارحة، يعني أنا بحكي حكي جديد، قال هالبارحة، قال أنا ما أروح معارضة. طيب شنو فائدة هذه اللجنة الخماسية؟ هاي اللجنة الخماسية أنه واحد من عندهم يروح معارضة، إذا هم الإطار رافضين يروحون معارضة والسيد الصدر رافض يروح معارضة، أي حكومة راح تشكل وأي انفراج راح يصير. وإحنا دخلنا مثل ما تفضلتي جنابك الكريم، دخلنا بالفراغ الدستوري اعتبارا من اليوم يوم 7، خلصت المدة الدستورية. طيب هنا الانفراج اللي ننتظره هو أنه الصدر طاهم 40 يوم. هم مو يقولون إحنا الكتلة الأكبر، هم مو يقولون الكتلة الأكبر 40 يوم طاهم تشكيل الحكومة، ليش ما يشكلون الحكومة؟ شنو الفائدة من هذه اللجنة؟ هذه اللجنة حقيقة هي الاستدراج أو الاستمالة عطف، مثل ما يقول أنا أعتبرها كتحليل سياسي، الأخوة الكرد والأخوة السنة. طيب إذا أنت قبل هذا التاريخ أنت قصفت أربيل، تريد الأكراد يخلون يدهم بيدكم؟ إذا أنت قبلها هددت قبل يومين أو 3 أيام هددت السنة في الأنبار. هنا لا فائدة من هذه اللجان، والبلد ماضي إلى المجهول، ماكو حل ستنا العزيزة، ولا فائدة من هذه اللجنة. هذه اللجنة الخماسية، أي لجنة خماسية؟ الحل الأمثل حكومة طوارئ مستقلين يحكمها المستقلون.